يعطوني فن اللي بغينا يكون حقوقي حقوقي لما النبي عراق سانتزعوها لو اعدموا حقوقي حقوقي لما النبي عراق عاشت سهل عاشت من الشعب غش الشدة غش الشدة أخواتي إخواتي حينها متفهمين الإكراهات في الوقت شي واحد غندخلو في هاد الوقت عاش لي دوكير ديالتي قلت ليها غير الميكرو واش الجدا حينها متفهمين الإكراهات ومستحضرين السياق الوطني والدولي نتائجا تجلت في الزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 5% في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة و10% في القطاع الفلاحي وإلغاء استيفاء 3240 يوم من الاستفادة من المعاش الذي كان يحرم عشرات آلاف من المتقاعدين والمتقاعدات المنصرفين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما سجلنا الالتزام الحكومي بصون الحريات النقابية وفتح حوارات قطاعية ورفع معاشات التقاعد بنسبة الراكضة منذ سنة 2006 وكذلك الزيادة العامة في النزول وتخفيض الضريبة عن الأرض وقد انخرط الاتحاد المغربي للشغل وجنسيته في عدة أوراق تهم التغطية الاجتماعية والقوانين الاجتماعية وكنا نأمل أن ترقى أجراس هذه الالتزامات بوضعية الطبقة العاملة المغربية إلا أن إسلام الحكومة المغربية بالتزاماتها بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي خيبت هذه الآمال وفي مقدمة اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر والمباشر من مدينه الطلبه البيضاء كما كتشوفوا معنا احنا متواجدين امام الاتحاد المغربي للشغل بطبيعه الحال الطبقه العامله المغربيه بالاحتفال بعيد الاممي فتح ماي تحت الشعار او كيفو مسلسل التهاب الاسعار والهجوم على القدره الشرائيه للطبقه العامله وعموم الجماهير الشعبيه كما كتشوفوا معنا جماهير اللي غفيره جدا متواجدة حاليا من امام الاتحاد المغربي تلاحظوا معنا طالبنا من خلال هذا التخفيض الضريبي إحقاقا للإنصاف من أجل عدالة اجتماعية فلماذا أخواتي إخواني لم تتفاعل بطبيعة الحال هذه الاحتفالات كان بحضور رئيس الاتحاد المغربي للشغل الخارق كنشوف معنا واحد الحشد وهو غفير جدا كاين هنايا بزاف ديال الامور نقابات عمال واطار كلهم متواجدين هنايا تضامنا كل بطبيعة الحال الناس العمال وعلى راسها القطاعات بطبيعة الحال هذه المناسبة وفرصة ديال انه اللي عنده اي مشكل كيجي وهذه المطالب تتعلق بتخفيض الضريبه عن الاجور بمراجعه الضريبه الاسطر الضريبيه ولماذا لم تستجب الحكومه لمطلبنا بالالغاء الجزئي والضريبه على القيمه المضافه تبيع على المواد الاستهلاكيه التي تتراوح حاليا ما بين 10 و20% والتخفيض الحكومه تجاز الحاله هي عيتنا بالشعب هما الضحيه الحكومه تجاز الحاله هي عيتنا بالشعب والعمال الضحيه والعمال الضحية 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 والعمال الض
ولماذا لم تستجب الحكومة في مطلبنا في إلغاء الجزء والمرحلة؟ عليكم السلام. صافا الحمد لله. القيمة المضافة. احنا فرحانين اليوم حيت موجودين هنايا، أجواء زوينة، كان نقابات كاينين، الناس اللي خدامين، الناس اللي قاعدين باش يداووا الحقوق ديالهم، ويشوفوا بزاف ديال الأمور حاصلين فيها. إن شاء الله يكون خير. ما تمشي فيكم وراء شي حاجه زوينه ان شاء الله. شكرا. اليوم يعني فرصه ديال اي واحد عنده شي مشكل كيطرحه. اي فرصه ديال اي واحد عنده شي مشكل كيطرحه، وكنتمنى الله الخير من هذا التدهور هذه، وان شاء الله الحكومه ديال الاجره ديالها. كنشوفوا يعني مجموعه القضايا السياسيه، وان شاء الله يكون خير. ان شاء الله يكون خير. حنا كنتفاعلوا من المغرب الغد، ان شاء الله يكون خير. ولا مولانا. شكرا. التي اصبحت اسمائها لا تقاس وتفاهم في انتظار خاطئ المواد بما فيها الموارد الاساسيه. اما كان على الحكومه من الاعمال كل الاطار متواجده معنا حاليا. هنايا هذا البث المباشر كما كتشاهدوا معنا كاينين مشاكل عده هاد الاثناء هذه. كاع اللي عنده شي مشاكل ديال الشغل ديال العمال كيجي ديال فرصه ديال الطرح ديال هاد المشاكل كلها. أما كان اخواتي اخواني من الاحرار ان تنزع الحكومه الى سن ضريبه تصاعديه على الثروه في إطار التضامن.